شرف كبير لي يا أحبائي أن يعطينا الرب أن أكون معكم في هذا المكان وفي هذه الظروف الخاصة والاستثنائية وهذا اليوم الاستثنائي الذي تجتاز فيه بلادنا الحبيبة والعزيزة التي نصلي لأجلها. أشكر الرب لأجل إتاحة الفرصة لي لكيما أتشارك معكم بكلمة الرب وأعزي نفسي وأعزيكم وأتعلم معكم من كلمة الله الصالحة، هذا النبع الصافي والمعين الذي لا ينضب أبدا في تقديم التعليم والنصح والتعزية والإرشاد. الحقيقة كان على قلبي من الصباح أن أشارككم بفكرة عن البركة لبلدنا، لكن بعد ما حدث شغلت أن أشارككم ببعض الأفكار وأنا قادم في الطريق عن ما نكتازه في هذه الأيام وما نكتازه في هذا اليوم بالذات. فوضع الرب على قلبي ثلاث أفكار أحب أشارككم بها. الفكرة الأولى، قضيتنا في هذا البلد العزيز ليست قضية طائفية، فنحن لسنا متألمين من أجل طائفة تظلم فالشعب كله يظلم. نحن متألمون زي ما قال أسيس سامح لأجل كل قطرة دم سالت، ليست اليوم وليست في القاهرة فقط بل في كل البلاد ومن الجميع على مختلف الأشكال والألوان. قضيتنا ليست قضية طائفية لكن هي قضية شعب مسكين تم خداعه دينيا وتم تجريفه عقليا وتم إفساده أخلاقيا. حول هذه الفكرة أود أن أقول ماذا ينبغي أن يكون موقفنا ككنيسة تجاه هذا الشعب. شعبنا الحبيب، شعبنا الذي نحن منه وله، هذا الشعب لا ننكر أنه قد تم في العقود الماضية خداعه دينيا، تجريفه عقليا، إفساده أخلاقيا. ما هي مسؤوليتنا ككنيسة تجاهه؟ الفكرة الثانية اللي أحب أتوقف عندها أن قضيتنا ككنيسة ليست أبدا مع سلطة سياسية أو دينية، لكن قضية الكنيسة على مر العصور كانت وستظل مع أجناد الشر الروحية. نحن لسنا في صراع سياسي ولا صراع ديني، وليس لنا قضية دينية أو سياسية، لكننا عندنا رسالة تركنا من الله في العالم لكي ننير، وهناك قوى الظلام تجتهد أن تطفئ النور. هذا ما أوضحه الرسول قائلا إن مصارعتنا مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. قضيتنا قضية النور وسط ظلام. ما هي مسؤوليتنا ككنيسة وكيف نسترجع قضيتنا ولا ننجرف إلى قضايا أخرى؟ الفكرة الثالثة اللي أود أن أختم بها هي أن قضيتنا ليست مسلمة لقوة داخلية أو خارجية، لكن قضيتنا مسلمة لقوة إلهية علوية. فنحن لا ننتظر إنصافاً من الداخل أو من الخارج، لكننا ننتظر إنصافنا من فوق، من فوق حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. اسمحوا لي أن أتوقف عند هذه الأفكار الثلاثة باختصار لكي أعطي فرصة أكثر للأسيس سامح والأحباء، ربما لنصلي من أجل شعبنا، نصلي من أجل البلد، نصلي من أجل هذه الظروف التي نكتاز فيها دون أن نفقد فرحتنا بإلهنا، ودون أن نفقد تعزيتنا، ودون أن نفقد ثقتنا
فما يحدث يا إخوتي زوبعة في فنجان، حدث مثلها وسوف ينتهي، وستظل شهادة الرب قائمة في هذا البلد إلى يوم مجيئه. خلوني أبدأ بالفكرة الأولى وأقول قضيتنا ليست قضية طائفية. نحن لا نحزن ونتألم لأجل المسيحيين وتغلق قلوبنا تجاه ألام إخوتنا المسلمين. نحن من هذا الشعب ونحن نحب الكل، وعندما نرى امرأة فقيرة أو طفل شوارع أو شاب يدهس مهما كانت خلفيته، مهما كانت عقيدته أو ديانته، نحن نشعر بالألم، نشعر بالظلم، ونتعاطف مع هذه النفوس التي اعتدي على حقها. عقود مرت وترك فيها هذا الشعب لكي ما يخدع دينيا، ونحن لم نفعل شيئا تجاه هذا الخداع كما ينبغي أن نفعل. شعب مسكين ترك وأهمل تماما دون أن يعتنى بعقله، دون أن يعتنى بفكره، دون أن يهتم أحد بتنويره بتعليمه. ما نحن فيه ما هو إلا حصاد لعشرات السنين من الخداع والتجريف والاعتداء على حقه في أن يتكلم وأن يتعلم وأن يتثقف. ودعونا نعترف أننا ككنيسة انعزلنا ولم نكن نقوم بدورنا في الشارع لإنصاف هذا الشعب ومساعدته. شكرا للرب لأجل خروجنا أخيرا لكي ما نخدم الناس. أخوتي الأحباء، لم يكن الرب يسوع في حياته على الأرض يجلس في مكان مغلق ينتظر الناس أن يأتوا إليه لكي يجلس ويعلمهم، لكن ربنا يسوع كان رجل الشارع، كان يجول يصنع خيرا. ربنا يسوع كان رجل الحوارات، رجل اللقاءات، رجل أحيانا التصادمات مع القوى الدينية التي لم تدخل ولم تدع الداخلين يدخل. ربنا يسوع كان رجل التنوير، حيث واجه العميان قادة العميان وقال لهم ويل لكم أيها القادة العميان. كان يخرج إلى الناس لكيما يقشع ظلمتهم، ينير هذا الشعب الذي كان يعيش فيه. ورب يسوع عندما صعد ترك لنا هذه الرسالة وقال للآب كما أرسلتني إلى العالم أنا أرسلته. كان يريدنا أن نكون دائما بين الناس ملح وأيضا نور. لكن دعونا نعترف يا أحبائي أننا على مدار العقود الماضية كان الخارج مضنيا، كان الوجود مع الناس متعبا، ففضلنا أن ننسحب إلى مناطقنا الدافئة، إلى شركتنا الحبية الجميلة، إلى انتعاشنا ودفئنا في الداخل، ولم نقم بدورنا في الخارج. كان علينا أن نحب الناس في الخارج. لا أتكلم عن كنيسة، أتكلم عن الكنيسة. لا أتكلم عن طائفة، أتكلم عن الكنيسة. كان ينبغي أن نكون بين الناس محبين لهم، مقتنعين كل الاقتناع أننا منهم وأننا مسؤولون عنهم وأننا ينبغي أن نصلي من أجلهم وأن علينا مسؤولية تنويرهم. قد لا يكون التنوير في بدايته تنويرا روحيا، لكن أن ننورهم، لأن إبليس مصلحته أن يغلق العقول ويجعلها مغلقة فلا تنفتح للحق أو لأي شيء آخر. مصلحة إبليس أن تظل العقول مغلقة. قال واحد من رجال الله
إذا وضعت الملح في السوب في الشوربة قد لا تجعل مذاقها كما تريده أن يكون، لكن كن على يقين أنها لن تكون كما كانت من قبل. ضع الملح في الشوربة، ضع الملح في الطعام، انشر الملح بين الناس، قد لا يجعل المذاق كما تريده، لكن مستحيل أن يظل المذاق كما كان. هل كنا يا إخوتي الأحباء منتشرين بين الناس محبين لهم عن الرب يسوع المسيح أنه النور الحقيقي، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه؟ الترجمة العربية هنا غير دقيقة، الظلمة لم تغلبه. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تغلبه. لا يمكن أبدا منطقيا أن الظلام يقهر النور، بل العكس هو دائما الصحيح. في حجرة كثيفة الظلام هذه الشمعة الصغيرة وهذا الضوء البسيط قادر أن يقهر الظلام، بشرط ألا يوضع السراج تحت المكيال أو يخبأ تحت السرير، لكن يوضع على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. إخوتي الأحباء، قد لا يكون عندنا الإمكانية الرهيبة أن ننير نورا عظيما قويا ساطعا، قد نكون شمعة، لكننا نعترف أننا في العقود الماضية خبأنا الشمعة تحت المكيال، قد انشغلنا بالبزنس بالتجارة بالنجاح بالتفوق بالتقدم، ونسينا أن لدينا رسالة لهذا الشعب، أو قد لا نكون خبأنا السراج تحت المكيال لكن وضعناه تحت السرير حيث الراحة. إخواتنا اللبنانيين عندهم تعبير لطيف، اتجدد وتمدد. استمتعنا بالتجديد، وبعد ما تجددنا استمتعنا بأن نتمدد وتركنا مهمتنا وقضيتنا أن نكون في الشارع بين الناس بأخلاق مسيحية راقية تبهر بملح القداسة الذي يوقف انتشار الفساد. أهملنا يا إخوتي أن علينا مسؤولية أخلاقية تجاه هذا الشعب، شعب صار الإعوجاج فيه هو القانون، وصار الفساد هو القاعدة، وصارت الرشوة هي السمة العامة، ونحن منتشرون في هذا العالم ولم نتنبه أننا قد أخذنا في هذه الخطايا دون أن ننتبه أن علينا مسؤولية أن نكون ملح. تجاهلنا أن علينا مسؤولية أن نتكلم. قال كاتب المزمور: آمنت لذلك تكلمت أيضا. إخوتي، نحن آمنا وصمتنا في الخارج وتكلمنا فقط في الداخل، لقد رفعنا الأصوات وعلينا اسم يسوع، لكن بين جدراننا الآمنة ولم نخرج لنرفع الاسم بأخلاق راقية وسمو حقيقي في التصرفات، بسيرة عطرة تجعلنا مختلفين عن الباقين وملحوظين أننا أولاد الله. شعب كلنا بنحبه، أنا متأكد أنكم بتحبوه بجد كده، وانتوا بتعدوا في الشوارع مش أحشائكم بتئن على هذا الشعب؟ هل تفرق بين مسلم ومسيحي في المعاناة وفي الألم وفي الفقر وفي الضيق؟ نفوسنا تئن، لكن ماذا فعلنا لشعب خدع
عقود وإحنا سمعين الخداع بودنا، يخدع دينيا، يجرف عقليا، يفسد أخلاقيا، ونحن نملك الحق أن نكون ملح ونور، لكننا وضعنا الملح في حجرات رطبة، وعندما يوضع الملح في حجرات رطبة يفسد، وإن فسد الملح فبماذا يمل؟ لا يصلح بعد لشيء. إخوتي، لمينا المؤمنين لغاية ما كمكموا، عارفين الكمكمة؟ جمعناهم على بعض، فرحناهم ببعض، شجعناهم ببعض، عزناهم ببعض، دلعناهم مع بعض لغاية ما كمكموا، بينما كان ينبغي أن ننشرهم تحت الشمس الحارقة، أن نتركهم في الشوارع يعيشون مسيحيتهم الحقيقية لكي يملحوا هذا العالم. ماذا يأمرنا الكتاب كملح ونور؟ رب يسوع بعدما وصف النموذج الأخلاقي الراقي للمسيحي، وقبل أن يسترسل في تفصيلات أخلاقية رائعة في عظة الجبل، توقف لكي ما يعلن لتلاميذه وبني الملكوت هذا الخبر: أنتم ملح الأرض، ملح الأرض التي أنتم فيها. يا إخوتي الأحباء، يا أعضاء جسد المسيح، يا شعب الرب في هذا البلد المسكين، رسالة يسوع لنا: أنتم ملح هذه الأرض. كل ما كنا نفكر فيه كيف تتاح لنا فرصة لترك هذا البلد والهجرة من هذا البلد، وتجاهلنا رسالتنا، وبعضنا هاجر خارجيا وبعضنا هاجر داخليا، وانسحبنا وتركنا الطعام بدون ملح، وتركنا الشارع بدون نور، ووضعنا السراج تحت المكيال أو وضعناه تحت السرير. وحتى في فضائياتنا المسيحية كنا نخاطب أنفسنا ولم نشعر بمسؤوليتنا، أن علينا رسالة تجاه شعبنا أن نكون ملح ونور. أقرأ وصية الرب لشعبه وهو مش في أرضه يعاني مقهورا، لكن إذا سوبيا ونحن لم نزبى، لكننا في بلدنا وفي أرضنا وفي شعبنا، لكن الرب يقول لشعبي: حتى لو حدث أنهم سبوكم، يقول لهم هذه الكلمات في عدد 6 أو 5: ابنوا بيوتا واسكنوا، لو هم مسبيين في بابل، إرميا 29، واغرسوا جنات وكلوا ثمرها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال فيلدنا بنين وبنات، وأكثروا هناك ولا تقلوا. بعدين يقول: واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها، وصلوا لأجلها إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. إخوتي، أمام هذه العبارات أتوقف وأمتحن نفسي وأعترف بخطياتي أمامكم. هل كنت أصلي لبلدي كما ينبغي أن أصلي؟ كانت صلاتي موسمية، كانت صلاتي سطحية، كانت هناك قضايا كثيرة تشغلني شخصية وكنسية وطائفية، لكن أعترف لم تكن بلدي لها القيمة الكبرى في عيني من جهة الصلاة، ليكون لها سلام، ولكي يكون بسلامها لنا أيضا سلام. هذه الوصية كانت في العهد القديم، لكن تتكرر أيضا في العهد الجديد بنفس الأفكار بنفس المعاني، لكن يضاف لها بعد آخر أعمق وأمجد، أن هناك غرض مش بس أن البلد يكون لها سلام، لكن أن النفوس تخلص.
تيموثاوس الأولى الأعداد الشهيرة من الأصحاح الثاني، الرسول يقول أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، نسمع أحبائي، لأجل جميع الناس. بدقة كده أمام الرب، هل كان هذا تثقلنا اليوم الدائم؟ أعترف عن نفسي لم يكن هكذا. لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. ضاعت الحياة الهادئة المطمئنة، وصار زعيق الجوارح ونعيق البوم والخوف يحيط بنا. لم نقضي حياة هادئة مطمئنة، والإجابة ببساطة لأننا لم نصلي لشعبنا. كنا نصلي لكن ليس لأجل جميع الناس. لكن كمان يقول إن هذه الصلاة من أجل بلادنا، هذا حسن ومقبول. هذه الصلاة حسنة جميلة في عيني الله، في أذانه، ومقبولة عنده. تخيلوا، في ضمان إنها مقبولة. هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لماذا؟ ليه الصلاة دي مقبولة؟ لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق. وهل كانت بلادنا في احتياج لمعرفة الحق؟ وهل لم تزل بلادنا في شديد العوز للحق؟ لماذا لا يعرفون الحق؟ لأننا لا نصلي. نحتاج، أنا أتكلم في كنيسة أعرف أنها صلت كثيراً، لكني أتوجه برسالتي للكل، نحتاج كمسيحيين حقيقيين أن نطيع وصية الرب إلى معرفة الحق يقبلون. لأننا من المفروض أننا أكثر الناس شعورا بحاجة النفوس، ونملك ما تحتاجه النفوس. إنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. نقطة تانية باختصار، قضيتنا ليست مع سلطة دينية أو سياسية أو دينية سياسية، لكن في الواقع قضية الكنيسة هي مع أجناد الشر الروحية. والحقيقة ده شرف لينا، احنا بنشتغل مع الكبار، احنا بنشتغلش مع الصغيرين، احنا بنشتغل مع اللي وراء مش مع اللي قدام. احنا ما بنلعبش وما نضيعش وقتنا مع ما يحرك، احنا بنخبط في اللي بيحرك. إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم. اسمحوا لي من هذا المنبر أعلي صوتي وأقول، مصارعتنا ليست مع دم ولحم. نحن ليس لنا خصومة مع رئيس أو جماعة أو سلطة. تاني أقول، إحنا ما بنلعبش مع الصغير، لكن لأنه أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، وأعطاه اسما فوق كل اسم، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده. صارت الكنيسة التي هي جسده بتشتغل في الكبير، بتشتغل في التقيل، بتشتغل فيما وراء المنظور، بتروح للمنبع وتجاهد لتفسد الخطط من منبعها، وتحرر النفوس من المنبع، ويطلق الأسرى من المنبع. إن صراعنا هو مع ولاة العالم. كلمة غريبة، ولاة العالم. من هم ولاة العالم؟ أجناد الشر الروحية في السماويات، قوى الظلام، الأرواح الشريرة المقسمة في هذه المملكة على البلاد. من سفر دانيال نفهم هذا،
كان هناك رئيس فارس الذي يحكم، وكان هناك رئيس اليونان الذي يحكم. لكن من الواضح ان دانيال وهو بيصلي كان عنده صراع كبير، مش مع رئيس فارس اللي قاعد في قصره، لكن كان مع رئيس فارس اللي وراه. وهنا نقول واللي ورا اللي وراه، ورا اللي وراه. في شخصيات كبيرة ورا اللي ورا شغالة بنشاط. وعلى فكرة دي ما يعرفش يتعامل معاها إلا كنيسة الله. هذه القوى المحركة ما ينفعش معها الأمم المتحدة. هذه القوى الروحية تحتاج إلى قوة روحية مضادة، وهذه القوة الروحية المضادة للقوى الروحية الشريرة غير موجودة إلا في كنيسة الله. هل استعملنا أحبائي سلطتنا ومركزنا في أن نوقف نشاط هذه القوى الشريرة؟ هل يا أخوتي شعرنا بسلطاننا الذي لنا وإمكانياتنا الممنوحة لنا من الملك العظيم الجالس فوق كل رياسة وسيادة وقوة واسم يسمى يسوع؟ يسوع جعلنا جسده. أخوتي الأحباء، عندما كان يسوع هنا على الأرض، اسمعوا من فضلكم هذه العبارات، قال إن القوية يحفظ داره متسلحا معتمدا على سلاحه الكامل، ويحفظ غنائمه في أمان حتى يأتي من هو أقوى منه فينزع منه سلاحه الذي اتكل عليه وينهب غنائمه. عن من كان يتكلم يسوع؟ عن القوي إبليس. حتى جاء يومه الأسود على يدي يسوع عندما ربطه ونزع سلاحه وأجهز عليه في الصليب، وأعطانا هذا الامتياز أن نكمل رسالته، أن نربط القوي وننهب أمتعته. إن أمتعته تصرخ إلينا في هذا البلد، تقول أعبر إلينا وأعنا. أخوتي الأحباء، كم أشعر بالفرح والفخر أن الله مد في عمري وأعطاني امتيازا أن أعيش في هذا البلد في هذه الأيام، وأنا ألتقي بتلك العيون الجميلة كل يوم وهي تصرخ وتقول أعبر إلينا وأعنا. نفوس عطشة لقطرات النور تحن بلهفة وتشوق للحق. كتبت منذ فترة قليلة إن الإظلام كثيف لكنه يتشقق، وشعاع عبر الشقوق يتسلل بعد طول تعوق، ونفوس عطشة لقطرات النور تجلس بلهفة تحت الغيوم تنتظر بتشوق. ولها أنا أتحرق. هل نتحرق شوقا لعيون مكسورة تقول من يرشدنا إلى الحق؟ رأيت رجلا مجدونيا قائما يقول أعبر إلينا وأعنا. غنائم مأسورة ضاق عليها قيدها سنين هذا عددها، أظلم لها عقلها سنينا هذا عددها، جاء وقت تحريرها. فهل الكنيسة مستيقظة صاحية مستعدة أن تمد يدها وتحرر؟ نحن نملك هذه القوة. لكن لا تنسوا يا أخوتي، قال السيد إن القوي يحفظ داره وغنائمه في أمان معتمدا على سلاحه الكامل. المرة الثانية الوحيدة
في كل الكتاب اللي جات فيها سلاح كامل جات في رسالة أفسس أصحاح 6، فهو عنده سلاح كامل وإحنا عندنا سلاح كامل، فالبسوا سلاح الله الكامل. إخوتي الأحباء الأفاضل، بكل اتضاع أتكلم إليكم، هل قررنا أن نواجه إبليس ونأخذ منه غنائمه؟ إذا قررنا هذا القرار فعندي تحذير خطير، احذروا من أن نندفع إلى المعركة بدون سلاح الله الكامل. وما هو سلاح الله الكامل؟ منطقة الحق، درع البر، ترس الإيمان. بس أكتفي بدول. هل يا أخوتي كنا ممنطقين أحقاءنا بالحق؟ يعني ممنطقين أحقاءنا بالحق؟ يعني هل كنا رابطين الحزام على الكذب ورافضين الكذب، رافضين الغش وعايشين بالحق، وجوه زي برا ويمين زي شمال، وما فيش لسانين وما فيش رأيين وعايشين ستريت؟ منطقة الحق، درع البر. هل كنا نعيش بالبر، بالاستقامة، بالأمانة؟ هل كنا في أشغالنا فعلا؟ لا أريد أن أجعل موضوعي هو سلاح الله الكامل، لكن سلاح الله الكامل كما أفهمه هي أخلاقيات المسيحي وحياة روحية يعيش بها المسيحي، وليست ادعاءات نتكلم بها. عندما نتسلح بسلاح الله الكامل، أعدكم بنعمة الرب، من كلمة الرب، أننا يمكننا أن نعمل عمل المسيح، أن ننهب أمتعة القوي، والتي تصرخ إلينا في هذه الأيام: أعبر إلينا وأعنا. إخوتي دعونا ننطلق إلى العالم مرة أخرى بفرح وبإيجابية، متسلحين بالسلاح الكامل، واثقين أن الرب يريد أن يحرر بنا نفوسا هي في انتظارنا تصرخ وتنتظر من يفك قيدها لكي ما تتمتع بالحق وبالخلاص وبالحرية وبالراحة التي في المسيح يسوع. أمين. آخر فكرة أشارككم بها، أقول قضيتنا ليست مسلمة ولا مطروحة ولا تنتظر الفصل فيها من قوة داخلية أو قوة خارجية، لكننا كنيسة ككنيسة تعلمنا أن قضيتنا هي فوق، مع الرب، وإنصافنا يأتي من فوق. علشان كده أقرأ معاكم من الكلمة المقدسة ما اعتاد شعب الرب في كل العصور أن يفعله عندما يحتاج للإنصاف، عندما تضيق عليه السبل، عندما يشعر بأنه مظلوم ويحتاج لمن ينصفه. لا نلجأ ولا ننتظر الداخل، ولن نلجأ أو ننتظر الخارج. أقرأ معاكم بس أجزاء بسيطة من كلمة الله، مزمور 46. الله لنا، يريد تقول معايا وانت بتسمع كلمة الله: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديد. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إلى يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إلى يعقوب. ما أجمل هذه الكلمات. أعلق بس على عبارتين. انظروا كيف جعل خربا في الأرض. هو بيطمننا ولا بيخوفنا؟ لا، المزمور كله قصد يقول يطمننا. بس اقرأ اللي بعديها،
كيف جعل خربا في الأرض؟ جعل الخرب في الأرض عندما كسر القوس وقطع الرمح والمركبات عمل فيها إيه؟ أحرقها بالنار. إنه خرب أسلحة العدو. هللويا هللويا. هذا ما يشجعنا. إلهنا يبني ويخرب. هللويا. بيخرب بس بيخرب إيه؟ أسلحة. انظروا، أنا لا أعتقد أن في بلد أقدر أتعلم فيها هذا الدرس، كيف أن الرب جعل خربا في الأرض قد بلدنا في هذه الأيام، وأنا أرى الرب يخرب أسلحة العدو، يقطع القوس، يكسر الرمح. هللويا. والمركبات يحرقها بالنار. هللويا. اخرجوا أسلحتكم لأن إلهنا في انتظاركم لكي يخربها. كانت الأسلحة مدفونة وكان الناس يخشونها، يظنونها أسلحة دمار شامل، وعندما خرجت إلى النور خربها إلهنا وأظهر فسادها، وهو لم يزل يجعل خرابا في الأرض، تخريب أسلحة العدو. شكرا للرب لأجل هذه الحرب المقدسة، صراعنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وكنا نظن أن إبليس لديه مفرقعات وأسلحة دمار رهيبة، لكن عندما أخرج أسلحته اكتشفنا أنها في شنك، وأن إلهنا جعل خرابا في الأرض. الأمر الثاني أحبائي الذي أعلق عليه في هذا المزمور، آية أتمنى لا ننسى: كفوا واعلموا أني أنا الله. ويمكن ترجمة كلمة كفوا: اهدأوا واسكنوا. اهدأوا. هل نسمع الضجيج؟ هل نرى الحريق؟ هل نرى نفوسا مذعورة حولنا؟ إخوتي احتفظوا بثباتكم، اهدأوا، لأن الرب يقول لكم: اعلموا أني الله أتعالى بين الأمم. احنا مأمنين بي إنه يتعالى، إنه السيد، هو الكبير، هو العالي، هو اللي قال عنه أو قال واصفا نفسه هذه الكلمات. بص معايا في نفس السفر مزمور 95، هذه الكلمات الجميلة أعانني الرب منذ سنوات أن أكتب عنها كتابا كاملا. في مزمور 95 يقول هذه العبارات: عفواً مزمور 93: الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتزر بها. أيضاً تثبتت المسكونة لا تتزعزع. اسمع العبارات اللي جاية: كرسيك مثبتة منذ القدم. ما طلعت ونزلت 100 مرة لكن هو ما ياما دقت على الراس طبول 2500 سنة، سنين هذا عددها، طالع نازل مسكين هذا الشعب، لكن الرب كرسيه مثبتة منذ القدم. اسمع: منذ الأزل أنت. وبعدين بيقوله، بيشكيله شكوته، وإحنا النهاردة بنشكيله، بنقوله: رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها. في صوت مزعج، لا دي مش رفعت، دي بترفع، ومش رفعت صوت، دي بترفع عجيج. رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار عجيجها. هنروح فين؟ هنلجأ لمين؟ لا داخل ولا خارج، لكن من أصوات مياه كثيرة. لا ده مش مياه أنهار، دي بحار.
من غمار أمواج البحر. بص العبارة الخاتمة دي، الرب في العلا أقدر، الرب في العلا أقدر. هللويا. وجميل إنه سابها أقدر وحط وراها أي حاجة. قول أي حاجة، قول أي حاجة، وقول بعديها الرب في العلا أقدر. مياه أنهار، أمواج بحار، مولوتوف غاز، ضرب، سحق، سحب، أي حاجة أصرخ بعديها وقول الرب في العلا أقدر. أقدر من الظلم، أقدر من الشر، أقدر من التخطيط اللي يفاكر روحه ذكي، أقدر أو غبي، أقدر. هو دائما أقدر، الرب في العلا أقدر. وأخيرا أختم بعبارة محفوظة لنا جميعا في سفر الجامعة، العبارات المشهورة في أصحاح 5 وعدد 8. وصدقوني أقولها من كل قلبي، أقولها وقلبي إن على شعبي وإخوتي المسلمين قبل المسيحيين، لأني أعرف الفقر وظلمه وأعرف مذلة فقراء شعبي في هذه الأيام. عندما أرى نساءهم المطحونة، وعندما أرى أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، وأرى الذل والفقر في شعبي الغلبان المسكين. النهاردة كنت راكب سيارة مع أخ صديق حبيب، وتأثرت قوي من اللي بتعمله مراته، جايبة شنطة كبيرة ملياها بسكوت، وإحنا ماشيين في شارع صلاح سالم كل شوية تفتح وتقدم باكو بسكوت لشخص فقير. لقيت إن إحنا مش قادرين نمشي لأنه شغالة شغالة شغالة. منظر الفقر وذل هذا الشعب، لما بشوف النساء مطحونين في الأعمال اليومية في الخدمة والشغل، أقول ألا يوجد شخص يشفق على هؤلاء الفقراء؟ ألا يوجد برنامج يرحم هذا الشعب المسكين؟ ماذا يفعلون؟ لماذا يخططون؟ لأي شيء يعيشون؟ من ينظر إلى هؤلاء المساكين؟ لكن يأتي صوت الرب معزيا، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. الأعلى، الرب في العلا وهو الأعلى. الرب في العلا أقدر والأعلى فوق الكل. هذه رسالة الرب لنا أحبائي. نحن لا نسلم قضيتنا لقوة داخلية لأننا لسنا أغبياء، ولا نسلم قضيتنا لقوة خارجية لأننا لا يمكن أن نكون خائنين لوطننا، ولا يمكن أبدا أن نخون شعبنا. عمرنا ما عملناها ومش هنعملها، وبعدين ما نعملهاش لأننا مش شحاتين، إحنا لينا إله. تعلمنا أن نسلم له قضيتنا، وعرفنا أنه في العلا أقدر وهو فوق الجميع. ألخص ما قلته يا أحبائي وأقول، نحن قضيتنا ليست قضية طائفة مظلومة في هذا البلد، لكن قضيتنا هي قضية شعب نحن منه. لا نعزل أنفسنا عنه، ولا نشعر أننا جزء في هذا الوطن، نحن هذا الوطن وإخوتنا منا. وزي ما قال أخي الحبيب الأسيس سامح، أضم صوتي معاه وأقول الصدق في المسيح، إن دماء بورسعيد لها نفس القيمة ونفس الغلاوة، وجاءت الدموع من أعيننا عليها تماما كدم الخصوص وأطفيح وغيرها وغيرها وغيرها. نحن لم نتعلم من المسيح أن نرى ألوانا للدم أو نرى عقيدة للدم، لم نتعلم أن نقسم الناس طبقا للون أو جنس أو دين أو عقيدة. يسوع
جاء من أجل الإنسان، الإنسان، ونحن نحب الإنسان، لا ننظر إطلاقاً إلى ما يحوي مخ هذا الإنسان، لكن ننظر إلى جوهر الإنسان. نحن نحب الإنسان، ولذلك إخوتي الأحباء، نحن قضيتنا ليست قضية طائفية لكن قضية شعب. مرة تانية أقول، تم خداعه دينياً وإحنا سكتنا، تم تجريفه عقلياً وإحنا سكتنا، تم إفساده أخلاقياً وإحنا سكتنا. جاء الوقت لكي نصرخ ونخرج ونتحمل. عندنا استعداد نتحمل زي ما قال الأسيس سامع؟ مش بس نتحمل، معلش اسمحوا لي بدقيقة، هو لما بيقول من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، هذا ليس ضعف، لكن سأمضي كسيدي لنصرة الحق، وسأمضي وراءه لأصنع الخير، وإذا اعترضوني ولطموني لكي أتوقف، سأمضي في طريقي محولا الخد الآخر لكي ألطم ثانية، لكني لن أعوق ولا أعطل عن قضيتي أن أفعل الخير وأصنع الخير لهذا الشعب. إحنا عندنا قضية، قضية الحب والخير والصلاح لهذا الشعب. والنقطة الثانية أرجو أن لا ننساها، إحنا ما عندناش قضية مع سلطة دينية أو سياسية، لكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة مع سلطة أكبر، سلطة روحية. وهكرر تاني، إحنا ما بنلعبش مع الصغيرين، إحنا بندخل على الكبار على طول، إحنا بنشتغل مع القضايا من المنبع، فإحنا عارفين مين اللي بيحرك كل شيء، وإحنا عندنا الإمكانيات بنعمة الرب أن نتفاعل معه. وإذا كان هو عنده سلاح كامل، إحنا عندنا سلاح كامل، وإحنا الجهة الوحيدة على الأرض القادرة على مواجهة هذا العدو. ثم نهائيا وأخيرا، قضيتنا لا تنتظر حسما من الداخل أو من الخارج، لكن تنتظر الحسم من فوق. والخبر المفرح إنه فوق عمره ما تقفل في وشنا، وعمره أبدا ما صم أذانه عن صراخنا، سمعنا ولم يزل يسمعنا. ممكن نقف ونصلي مع الأسيس سامح؟